نستخدم سلوك جديد في القناة. يوبيسوفت بتتعاون مع نيفيديا على اساس تورينا لعبه ووتش دوجز بنسخه البي سي بالتحديد بتقنيه ال4K. صراحه كان ايفنت جدا جميل وخرافي. كل الشكر لاخوي محمد البسامي منظم الحدث، وكل الشكر برضو له للبرزنتيشن البسيط اللي قدمه لنا وشرح لنا ايش الفرق بين اجهزه، او خلينا نقول لعبه ووتش دوجز بنسخه ال4K عن اجهزه الكونسول، او بان خلينا نقول النسخه العاديه. للأمانة التعاون اللي صار ما بين نيفيديا وشركة يوبيسوفت أساس يطلعون لعبة ووتش دوجز بشكل مغاير للشكل اللي احنا تعودنا عليه. بكل بساطة أنا أول مرة بلعب لعبة بتقنية 4K وعلى أجهزة البي سي. أكيد أغلبكم بيعرف أن أنا دائما بلعب على الكونسول، وما عمري شفت حتى ألعاب 4K كيف شكلها بتكون، لأنها تحتاج تلفزيون 4K، جهاز وحش بيدعم 4K، وهو هذا اللي توفر لنا في الإيفنت. فصراحة كان شيء خرافي بالنسبة لي وكبير جدا. طبعا زي ما انتم شايفين اللعبة قدامكم فيها أشياء مختلفة عن أجهزة الكونسول اللي احنا تعودنا عليه، لأنه لسه كلعبة ووتش دوجز على أجهزة البي سي من المفترض أننا اليوم إن شاء الله حتنزل بشكل رسمي. سوينا عليه جيفاوي، وزعنا 3 كروت، أو خلينا نقول 3 كواد، وباقي إن شاء الله ما أدري، أفكر إنه ممكن نسوي كمان سحب على لعبة ووتش دوجز لو حابين للمرة الرابعة. نرجع لموضوعنا الرئيسي، تقنية ال4K. إيش الأشياء الجديدة اللي استخدموها في لعبة ووتش دوجز 2 نسخة ال4K؟ طبعا في عندنا 4 تقنيات موجودة مميزة للناس اللي عندهم كروت خلينا نقول من شركة نيفيديا. وزي ما انتم شايفين قدامكم عندنا تقنيه ال HBAO، هذه بتعزز او بترفع خلينا نقول من واقعيه الظل. عندنا ال TXAA، هذه بتخلي الصوره اكثر سلاسه ووضوح. وعندنا تقنيه ال HFTS وال PCSS، هذه بتخلي دقه عاليه في الظل. واخر شيء عندنا نيفيديا انسل، هذه بكل بساطه خلينا نقول تخليك تسجل الجيم بلاي او لعبك بشكل مباشر من اللعبة على طول على مثلا اي جهاز عندك حاب تسجل عليه، يعني مثلا USB هارد ديسك. يعني اذا كنت تسجل واللعبة فيها 4K حتاخذها زي ما هي 4K، اذا كنت تسجل على 1080 حتاخذها 1080 زي ما انت تبغى من الاعدادات. صراحة هذا شيء جميل في كروت نيفيديا، على اساس انك تسجل قوة اللعبة زي ما هي، ما تحتاج انك تجيب قطع لقاتو وممكن تدعم، لا حتاخذها على طول دايركت على جهازه. صراحة اللعبة بشكل عام من يوم ما شغلتها ومن يوم ما شفت اللعبة اللي جذبني فيها، أو أول شيء انعكاس خلينا نقول الضوء بشكل عام والظل على السيارات. صراحة اللمعة حقت خلينا نقول جنوط السيارة وكفرات السيارة، البدي حق السيارة جذبني بشكل خرافي. منظر البحر جميل، النباتات وكيف طريقة ان حركتها مع الظل ومع الهواء برضو كان صراحة شيء جميل في اللعبة. اللعبة بشكل عام على 4K مختلفة عن اجهزة الكونسول زي ما انتم شايفين
قدامكم، المطر، خلينا نقول الغيوم، كيف طريقة تغير الأجواء والديناميكية اللي قاعد تصير في اللعبة. صراحة اللعبة بشكل 4K جدا مختلفة، وتغيرت نظرتي للأمانة للألعاب اللي بتدعم تقنية 4K. صحيح ممكن التقنية تكون ثورية، وممكن تكون مثلا محدودة لناس معينة بسبب الغلاء اللي فيها، لكن أتوقع في السنين الجدا قريبة، السنين الجاية على 17-18، تقنية 4K حتصير رخيصة وفي متناول يد الجميع. لأنه بكل بساطة اللي أنا شفته، شفت لعبة مختلفة بشكل كبير. يعني انتوا عارفين نزلت على الكونسول وحتنزل اليوم على البي سي، ففي فرق لما تلعبها على الكونسول وعلى البي سي. صراحة لعبة خرافية بالشكل اللي شفناه، جدا جميلة. بغض النظر عن انه ممكن البعض شايف انه فيها اشياء ناقصة من ناحية مثلا عالم اللعبة محتاج انه يكون متحرك اكثر، لكن حالات اللعبة لما تركز في التهكير، وحالات لما تركز في الاشياء هذه اللي ان شاء الله حنتكلم عنها في مقاطع ثانية، لكن خلونا نستمتع بال4K والشيء اللي شفناه اليوم. اتمنى اشوف رايكم في قسم التعليقات، ايش رايكم، وهل ملاحظين انتم الفرق ما بين ال4K والنسخه العاديه؟ حب شكوكم افضل 5 تعليقات في الشاشه.